speak softly, love, but now I know you are the one. But there is no only one for a man. Konnichiwa. Shinhai nu. Shinhai. Nu. Kuba, Kuba, Kuba. Shinhai nu. Shinhai, Shinhai. Shinhai nu, eh? Oe? Nyai? Fine. What's up, Hello. Dude? How are How you? Are you? Fine, man. How's life? Cool, cool, son. The Lebanese are content, and the American are هل امرأة واحدة تكفي؟ والله حسب الست، لو كويسة هتكفي، مش كويسة مش هتكفي. بمعنى في يعني ستات ما تبقاش كويسة في البيت، بتبقى مهملة في نفسيها، بتبقى همها العيال وخلاص، فطبعا دي ما تكفيش. الست لازم تكون ست تريح راجلها، تريح العيال، الراجل اللي يروح البيت يلاقي أكله وشربه وحياته طالما ست بيت. أنا مع مراتي، أنا الحمد لله مراتي كويسة ومريحاني، واللي أنا عايزه بلاقيه. انا كويسه معاه في البيت وبتاع، فمالهاش لازمه انا ابقى زوجه تانيه. يعني اسلوب غلط وفي اهمال بعد كده في العيال وبتاع وبتبقى طبعا حاجه صعبه. لكن لو في يعني اسباب او كده ماشي، يعني لو ست تعبانه، ست فيها حاجه بتاع كده مش مريحاه، ممكن تبقى ده عذره معاه. والله في الزمن دوت ما تكفيش، ما تكفيش. لو بحب تكفي، يعني لو في حب هتكفي. شوف ناس عندها تجارب حقيقيه، اما ده يبقى شكل زائف من انواع الحب، ده نوع من انواع الاحتياج سميناه حب. لو كويس يعني تقدر تحافظ على البيت تبقى تكفي. ممكن تطنشها شويه، لو كويسه تستحملها، يعني ممكن تتغاضى عن الحاجات دي كلها. لو في فلوس امراه واحده لا تكفي. لو هتصون البيت وكويسه في، لو عايزه تعيش هتكفي، انما لو واحده تانيه عايزه تخرب بيتك او عايزه وعايزه وعايزه وهتفتح ما بتكفيش. اللي عايزه تعيش هتعيش، لو هتقعد معاك في عيشها، انما الواحده بقى اللي عايزه تعيش حياتها وتخرج وتستمتع بالدنيا ومش هتفرق معاها، مش عايزه تعمل حاجه لو للزمن والمستقبل او لعيالها، هتخرب بيتك. لا ثلاثه ثلاثه اه 100 100 اه ثلاثه مظبوط، ثلاثه تمشي الاولانيه زي الالف. هي لو واحده كويسه وعايزه ان تعيش هتعيش معايا. انا لو ماشيه معاك كويس وبما يرضي الله عمره ما هيفكر ان هو يتجوز عليا.